هشام جباري المنسق الإقليمي لحزب التجمع الوطني للأحرار، وكذلك عضو المجلس الوطني للحزب. حزب التجمع الوطني للأحرار الحمد لله اليوم حاضر بقوة في المدينة وفي الإقليم، وتنعرف أن الإقليم ديالنا إقليم شاسع وإقليم كبير، 57 جماعة، والحمد لله تمكننا يعني بعد المؤتمر العام اللي كان جديد على أساس أننا نتواصل مع جميع الساكنة في جميع الجماعات، والحمد لله تمكننا من على اساس نأسسوا جميع الهياكل والاتحاديات ديال الحزب في هذه المناطق كلها. اذا اليوم هذا المشروع المجتمعي اللي تعطات الانطلاقه ديالو من خلال مسار الثقه وكذلك من خلال مسار المدن، هذا المشروع اللي تيجاوب على الحاجيات والانتظارات ديال الساكنه، وهذه الانتظارات والحاجيات ديال الساكنه والطموحات ديالها غادي تبرمج ان شاء الله، غادي تترجم ان شاء الله في واحد المجموعه ديال المشاريع اللي غادي تجاوب عليهم ان شاء الله عما قريب. اذا اليوم حنا معبئين وحنا في تواصل دائم ومستمر، وكذلك حنا مهيئين باش ان شاء الله نخوضوا يعني ننجحوا اولا المسار الديمقراطي، وننجحوا كذلك يعني المحطه الانتخابيه ان شاء الله المنتقبه من خلال ان شاء الله في الاشهر المقبله. اذا حزب التجمع الوطني الاحرار حزب حي، حزب عنده حضور قوي مع الشباب، مع المراه، مع جميع الهيئات، الاساتذه، الاطباء، المهندسين والمحامين وغيرهم من الهيئات. اذا ان شاء الله كاين عمل اللي هو عمل اللي ديال الجميع اللي منخرط بشكل قوي وبشكل ايجابي باش ان شاء الله نكونوا في الموعد ونكونوا ان شاء الله ينجح هذا المشروع، لانه مأمنين به وعرفنا انه ان شاء الله غادي يأهل البلاد ديالنا. ما تنساوش تتابعونا في قناه اليوتيوب ديالنا وفعلوا خاصية الجرس باش يوصلكم كل جديد، ديروا شير الفيديو وبارطاجوا الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي.